مع سن القاي في سادس عشواط صباحي هذا اليوم الذي يحمل هذه التحديات. نسير مع المراكز الأولى ونسير مع المقدمة تتقدم وتقود المشاركات الكاسبية مسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما تتدخل في هذه اللحظات وتندفع كذلك على المركز الثاني ملوح على ثاني المراكز بهذا الاندفاع محمود بن حبيب بن محمد الرضا. هناك أيضا تتدخل من الجانب الآخر في المركز الثالث العنود وحمد بن علي بن حمد البريص المري. المركز الرابع شوف الوصول من قبل فتنة تعود ملكية العبد الله بن محمد بن عويضان العامري، تدخلت على رابع المراكز. أما المركز الخامس سنة التواجد مشاهدي العزاء لردم تعود ملكيتها لسعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني على المركز الخامس، بينما المركز السادس سادس المراكز اليذابة اليذابة تدخلت في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وهذا الانطلاق. جازي بن حمدان الذي قدم هذه الانطلاقة على المركز السادس. يا سلام يا سلام، جازي بن حمدان الشمري على المركز السادس، بينما المركز السابع تدخلت في هذه اللحظات مياس سالم بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثامن هناك من الجانب الآخر شعار الشدي كذلك دخول على المركز الثامن في هذه اللحظات. يا سلام، شوف التدخل وشوف الشعارات والأسماء القادمة في هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، تدخلت هناك هملول لحامد بن علي بن حمود العويسي في هذه الانطلاقات. نعود إلى المركز الأول، نعود مع الانطلاق الأول في مسار هذا الشوط والعنود على أرض الجود تتقدم المشاركات. العنود وحمد بن علي بن حمد البريص المري تتصدر المجموعة وتقود المشاركات وتتحدى المنطلقات في هذا المسار، بينما المركز الثاني ملوح في ثاني المراكز محمود بن حبيب الرضا على المركز الثاني في هذا الاندفاع، بينما المركز الثالث فتنة تاتي في المركز الثالث عبد الله بن محمد بن عويضان العامري تندفع على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع مشاهدي العزاء اليذابة جازي بن حمدان الشمري يقدم الجذابة في هذا الاندفاع، بينما المركز الخامس تدخلت في هذه اللحظة مياسة سالم بن راشد بن حمد بن غدير. هناك التواجد مشاهدينا متابعينا الكرام لردم لسعيد بن عبد الهادي الشهواني، ووصلت في هذه اللحظات شواهين سالم بن حمد بن محمد المزروعي على المركز الثامن، بينما المركز التاسع شوف الدخول من هملولة حامد بن علي بن حمود العويسي، والمركز التاسع في هذا الانطلاق وصلت مشاهدي العزاء الدريبح وعبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري في المركز التاسع والمركز العاشر هناك من الجانب الآخر. وشوف الدخول القوي والانطلاق الجميل من قبل الشاهينية وأحمد بن سعيد بن سيف المشغوني. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط وتحدياته الجميلة وانطلاقته الرائعة، ولكن لا زالت العنود معانده، العنود على أرض الجود، العنود على المقدمة منفردة بالمركز الأول. حمد بن علي البريص المري تقود المشاركات، تقود الأبكار اللقاية وتتقدمهم بجدارة، بينما المركز الثاني فتنة في المركز الثاني عبد الله بن محمد بن عويضان العامري على ثاني المراكز. هناك شواهين من الجانب الآخر وسالم بن حمد المزروعي على المركز الثالث، ووصلت وتحركت الشاهينية أحمد بن سعيد بن سيف المشغوني على المركز الرابع، والمركز الخامس أيضا تحركت مياسة سالم بن راشد بن حمد بن غدير على المركز الخامس. يا سلام يا سلام، شوف هذه الأسماء وشوف الشعارات القوية والرائعة ووصلت
ووصلت دريبح هناك، وصلت دريبح في هذه اللحظات. عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، يا سلام يا سلام يا سلام يا هذا الشوط، الله يا هذه الانطلاقات. لا زالت السيطره تحت اقدام العنود، العنود في الكيلو المتر الاخير، العنود ترقص ما شاء الله، العنود مسيطره واليها في الابطان بدون اوامر الله. اشكرك يا حمد بن علي بن حمد البريص المري مقدم العنود، ولكن دير بالك من دريبح، دير بالك دريبح قادمه ما شاء الله. عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب تتدربح دريبح كذلك، تندفع على المركز الثاني بهذا الاندفاع والانطلاق. المركز الثالث اليذاب جازي بن حمدان الشمري على المركز الثالث، على المركز الثالث والمركز الرابع هناك شواهين سالم بن محمد بن حمد المزروعي تتقدم كذلك. يا سلام، وصلت في هذه اللحظات، وصلت الشاهينية سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي كذلك في هذه المعمعة القوية وفي هذا التنافس الشيق والجميل على أرضية هذا الميدان. لا زالت مسيطر العنود ولكن غيرت اليذاب على المركز الأول. يازي بن حمدان بن غريب الشمري مسيطر، ودريبح عادت. يا سلام. خلاص، اشكرك يا بن حارب. عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري يقدم دريبح. صباح الخير واسعد الله صباحكم هناك على هذا الفوز دريبح واهالي الحوية على هذا الانطلاق. المركز الثاني وصلت فيه العنود لحمد بن علي بن حمد البريص المري، الثالثة المركز الثالث اليذاب جازي بن حمدان بن غريب الشمري، بينما المركز الرابع وصلت في المركز الرابع ليمع بن عامر بن تريس المنصوري. هكذا مشاهدين العزاء نعود إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط وتحديات هذه دريبح من حققت هذا الفوز وهذا النصر الجميل. تهانينا لعبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري على هذا الفوز، والسبع دقائق 45 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس واسعد الله صباحكم يا أهلي الحوية على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق، بينما وصلت في المركز الثاني بالأداء الجميل كذلك بالانطلاق والتحدي الرائع العنود وحمد بن علي بن حمد بالبريص المري في سبع دقائق 45 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، وصول المركز الثالث اليذابة وصلت في المركز الثالث، وجازي بن حمدان الشمري قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها سبع دقائق وست سبع دقائق وست واربعين ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس في هذا الانطلاق لجميع الفائزين بالمراكز.